النهارده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء قاعدة من النابغين وتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء وإلى الأهمية القصوى لذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. كمان أعداد الخريجين من الأطباء البشريين وتقديم الدعم للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا. جاء هذا خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما هو أمام حضراتكم السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة يعلق عن هذا الاجتماع بأنه تناول تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية في إطار مشروع قومي للتحول الرقمي، وهذا المشروع قائم بالفعل من عدة سنين، فضلا عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.